اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من العاب الاطفال. جبلكم النهارده لعبه جميله جدا زي ما انتم طلبتوا مني. لاحظت انكم بتحبوا باربي جدا، جبت لكم بيت باربي للرحلات. البيت ده متنقل، بتقدر اللي هي تروح بيه في اي مكان. وهنا باربي وصديقتها، شايفين هنا باربي عامله خصله زرقاء في شعرها، شكلها بجد شيك قوي، ولبسهم كمان عصري جدا وكمان رياضي ومناسب جدا للسفرية بتاعتهم. رجليهم هما الاتنين بتتني علشان يقدروا يقعدوا بالشكل ده. ودلوقتي هنتعرف على البيت بتاعهم ونشوف ايه الحاجات اللي موجودة والامكانيات اللي موجودة جوه البيت. موجود هنا تويلت صغير بيقدروا اللي هما يحركوه بالشكل ده، وكمان لما بيفتحوا الجزء بتاع المراية هنا بيكون فيه دش ورف فيه المنتجات اللي بيستخدموها. شايفين الدش ازاي صغير، وبيقدروا اللي هم يرجعوه تاني لمكانه لما يحبوا يقفلوا تاني الضلفة دي. وفي هنا فوطة صغيرة الوانها بجد جميلة جدا. في هنا كمان زي تسريحة، بس التسريحة دي بتتفتح، شايفين بتبقى عاملة ازاي، سرير جميل جدا. وكمان في مفرش للسرير شكله حلو قوي. السرير بجد مقاسه مناسب جدا لباربي، بس طبعا لباربي واحدة للأسف ما يكفيش للاتنين. وهنا دوت المفرش الوانه بجد حلوه جدا. وكمان في مخده صغيره مرسوم عليها اللوجو بتاع باربي. هنا في زي كومودين صغير تقدر باربي تستخدمه علشان تحط حاجتها زي ما موضح في الصوره دي، الادوات بتاعه باربي. وتقدر كمان تحط ادوات التسريح بتاعها وادوات الشعر فوق وتستخدمه كانه تسريحه بالظبط. شكله بجد جميل جدا، والادوات بتاعتها شكلها حلو قوي. وفي كمان مجفف شعر تقدر باربي تحطه هنا، وشايفين ليه يد ازاي علشان باربي تقدر تمسكه، والفرشة. وكل الحاجات دي على فكرة باربي تقدر تمسكها بايديها، وكمان البرفيوم بتاعها. هنا في زي كومودينو صغير بيتفتح بالشكل ده، تقدر باربي تحط فيه الملابس بتاعتها او اي اغراض تانية هي حباها. وفي كمان ستيكر شايفين شكله حلو ازاي. وهنا في منبه على شكل قطة، وموجود كمان دوت عبارة عن فازة لونها بجد جميل جدا. في ستيكر هنا علشان يوضح الساعة، شايفين مرسوم عليه عينين القطة وبقها. ودلوقتي هنشوف مع بعض المطبخ. موجود هنا بوتاجاز وفي طبعا ستيكر لكل حاجة. شوية الستيكر ده صعب كده، تمام. وكمان في ستيكر تاني للحنفية هنلزقه هنا على الحوض، شايفين. وده المطبخ بتاع باربي، بجد شكله جميل جدا. هنحط دلوقتي ستيكر للستارة كمان. ولسه كمان في ادوات كتيرة جدا هتتحط في المطبخ، هنتعرف عليها دلوقتي مع بعض. البيت للأسف بيبعد مني، مش عارفة اتحكم فيه كويس. وكده تمام الستارة في مكانها. ودلوقتي هنشوف مع بعض الترابيزة اللي بياكلوا عليها، شايفين بعد ما بيطبخوا الأكل بيبدأوا يقلبوا كده الجزء بتاع البوتاجاز
وبيبقى عندهم ترابيزة جميلة جدا يقدروا يحطوا عليها أدوات المائدة، وهنا في سلطة فواكه هحطها هنا كمان، في أدوات جميلة جدا، أطباق باربي وصديقتها، كمان في معالق، وكل حاجة على فكرة ليها مكان لإيدين باربي علشان تقدر تمسك الأدوات دي فعلا بنفسها، وكمان البراد الجميل وكوباية وفي أغراض تانية كتيرة قوي. في كمان هنا كسرونة صغيرة، وده كان بيت باربي من جوه، وفي هنا كشاف جميل جدا أو أباجورة شكلها بجد حلوة قوي عاملة زي الكورة، هعلقها هنا. وبره البيت في برضو استيكرات هنحطها مكانها، في هنا مجموعة نباتات وزهور شكلها بجد حلو جدا، وهنا كمان وكمان في هنا ستارة جميلة قوي بره البيت، وبكده يكون بيت باربي خلصنا كل الحاجات حطيناها في مكانها. في هنا زهور وكمان دوت الباب بتاع البيت وبيتفتح، وفي هنا صورة الكلب بتاعهم، وده البيت من بره. ودلوقتي هندخل نشوف البيت من جوه شكله عامل ازاي بعد ما خلصنا. دوت البيت من جوه، الجزء بتاع الحمام، وكمان هنا السرير والبرواز الجميل والأباجورة بتاعتها ومفرش السرير وأدوات الشعر، بجد شكله جميل جدا. وهنا اللمبة الجميلة دي شكلها بجد حلو قوي، وهنا المطبخ، وفي كل الأدوات اللي باربي محتاجاها، وفي هنا فرن صغير فيه حلويات، وكمان في هنا باسكت صغيرة شكله بجد حلو قوي وفيه كل حاجة. وده كان بيت الرحلات بتاع باربي، ودلوقتي باربي وصديقتها هيجوا علشان يفطروا. حبيت جدا بجد الملابس بتاعتهم، شكلها عصري جدا وكمان مريحة. هتبدأ باربي وصديقتها يفطروا دلوقتي وهيستعدوا علشان يطلعوا في الرحلة بتاعتهم. بجد اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا حبيتوا العاب باربي زي ما طلبتوا مني، جبتلكوا العاب باربي. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتشوفوا بقية الفيديوهات بتاعتنا. شكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.